احنا موجودين دايما لدعمك. انا ما اقدرش اوعد بحاجه ما عنديش عليها ثوابت او ما عنديش حاجه ادله في ايديا. البنات الناشئات مستواهم متميز. دينا الرفاعي هي حاصله على دكتوراه في فلسفه التربيه الرياضيه، عضو جمعيه عموميه للاتحاد المصري لكره القدم من 2012، رئيس مجلس اداره مركز شباب فاقوس، كنت اول رئيس مجلس اداره سيده على مستوى الجمهوريه، تنصب هذا المنصب، ومن خلال ده اشتغلت في العمل العام من خلال دوت، وبقيت من ساعتها موجوده في الجمعيه العموميه للاتحاد المصري لكره القدم، بناقش مشاكلهم وجوه الجمعيه العموميه، وعارفه ايه هي مشاكل الجمعيه العموميه. كنت في 2012 رئيس مجلس اداره مركز شباب مدينه فاقوس، وكنت اول سيده على مستوى الجمهوريه تتنصب هذا المنصب. طبعا كان الوضع مختلف جدا، وان انا ست تبقى رئيس مجلس اداره، وخصوصا مركز شباب غير النادي، مراكز الشباب مختلفه شويه، تفريغ طاقات فيها اكتر، فانت بتتكلم مع مختلف الاعمار السنيه، بتتعامل مع كل المستويات. كانت طبعا تجربه اثرتني جدا جدا، وخلتني عندي ثقافه مختلفه، خلت عندي طموح مختلف كمان، وتعاملت مع المستويات المختلفه من الشباب والشابات، فبعتبرها تجربه كبيره جدا وناجحه جدا في حياتي، خدت فيها خبرات كبيره قوي. الحمد لله رب العالمين، قدرت من خلالها ان انا اكتسب ثقافات اكتر وثقة اكبر، ان انا اقدر بعد كده اخد الخطوة اللي بعدها. في الاول لقيت صعوبة طبعا، كان وجودي في وسط الجمعية العمومية، ولكن لقيت ترحاب طبعا من الزملاء الافاضل في الجمعية العمومية، وان هم فعلا كانوا بيساعدوني ان انا باخد منهم خبرة وبتعلم منهم، لانهم فيهم ناس كان اكبر مني. قدرت من خلال وجودي ان انا اتعلم حاجات كتير قوي من اعضاء الجمعية العمومية ومن وجودي في الجمعية العمومية. سعيدة بالتجربة دي فعلا. هي كان وجود الست في الوقت ده كان صعب جدا، ولكن خلال الفترة اللي احنا فيها دلوقتي وتمكين المرأة في جميع المجالات ووجودها في المجال الرياضي بصفة بشكل مميز، من خلال طبعا دعم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فده خلى الوضع مختلف وأفضل بكتير دلوقتي. فعلا الفترة اللي أنا قعدتها الدورة في الدورة الأولى اللي هي 7 شهور اللي كنت موجودة فيها عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، كانت فترة قليلة جدا على إني أقدر أحقق مشروعي أو تطلعاتي لكرة القدم المصرية ولكرة القدم النسائية بصفة خاصة، ولكن الحمد لله أعتقد إن الفترة اللي جاية واللي إحنا فيها دلوقتي قدرنا نحقق فيها خطوات مهمة جدا. وفي الفترة دي برضو أنا اشتغلت فيها على قد ما أقدر في إن يكون في دوري منتظم لكرة نسائية، إن يكون في تحكيم نسائي موجود، إن يكون في حاجات كتير قوي قفنا عليها وبدأنا من خلالها إن إحنا نستعيد الكرة النسائية في مصر ونقدمها بشكل محترم وشكل مميز جديد بعد وقوف سنوات، ودوت أعتقد إن إحنا بنكمله دلوقتي. من أهم الإنجازات اللي حققناها بصراحة واللي هي مدياني طاقة إيجابية إن أنا أكمل، الإنجاز إن إحنا رجعنا للتصنيف تاني وبقينا موجودين في التصنيف، وحسننا كمان التصنيف بتاع مصر في الكرة النسائية، حقق إنجاز، ده يعتبر إنجاز مميز جدا لينا، وإن شاء الله أنا طمحة إن اللي جاي يبقى أفضل، وطول من الوقت نحقق تقدم لينا في وتحسين للرانك بتاع لرانك الكرة القدم النسائية في مصر. لما اشتغلنا على اساس علمي وان احنا اشتغلنا على تجديد دايما وان احنا نغذي المنتخب الاول بمنتخب اقل منه، يبقى عناصر صغيره في السن تكتسب خبره من العناصر الكبيره، ويبقى في احتكاك بينها وبين منتخبات ثانيه، ده كله ساعدنا ان احنا نحقق من خلاله النتيجه اللي شفناها في الاردن، على العكس ما كانت الاردن موجوده قبل كده في مصر كانت النتيجه مختلفه جدا، وده اللي حققناه بصراحه في البطوله، وكان من اهم نجاحات البطوله. حتى يعني اعضاء مجلس الاداره في الاتحاد الاردني هم نفسهم ما كانوش مصدقين ان ده مستوى منتخب مصر في الفتره دي، واللي اشتغلنا عليه ان احنا نكون موجودين من شهر 1 مثلا لحد لما شاركنا في شهر 4، فال4 شهور دول فرقوا، ان احنا ما بقاش عندنا منتخب بيتم تسريحه، ولكن بقى في عندنا حاجه استراتيجيه جديده اللي بنطبقها دلوقتي، ان هي معسكرات مفتوحه موجوده بصفه مستمره، ان يبقى في احتكاك دايما بين المنتخبات وبعضها، حتى لو انا هلاعب منتخب مع نادي ما فيش مشكله عندي داخلي، بس يبقى في لعب بصفه مستمره، يبقى في مشاركات دايما، في تبادل خبرات بينهم وبين بعض، بيقابلوا بعض اللاعبات حتى منهم المحترفات بره بيبقوا موجودين في المعسكرات المفتوحه، فده طبعا بيعلي عندنا المستوى وبيخلي عندنا الجرأه عند البنت اكتر، الشجاعه اكتر كمان، ان هي تبقى مقدامه في الملعب، ده بيفرق معاها جدا، وده اللي حصل فعلا في مباريات الاردن لما كنا موجودين في البطوله الوديه.